هاي لزامي، صباح النور، كديرين؟ صافا لاباس عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ايوا اختي اللي وقتنا عصاو يجي عند اخويا ويقول لي شبان لك اليوم صايبوا لماما الفطور، ما عرفتش مالو ماما ما كيبغيش يابو تيجي بالخبز، فهمت انا شنو طايح عليه من فوق لي واحد الحك كيحسب راسه غيموت، بغى يتدرد قبل ما يموت. يلا اهي شوف اخويا راه مريض من فوق لي حك ومسكين دار الدرس. ها هو اخويا راه من فوق لي حك ومسكين، ما عرفتش مالو اليوم مع النقدي والحنان والادب اللي معاك انت. دابا حنا غادي نوجدو لماما الفطور، قال لي اي حاجه بغيتها غير هبط نتسخر ليك، وانت باغي تبقاو معانا حتى نوجدو الفطور. وراح عندك الثلاجه نشوف شنو فيها. انت ما شدوها ديال امك صوفاجي بالك، واش الكلب انا واش درعك صرا صبر انا واش معاك نزلت شي وسعتك لحد امك عز بنادم مأدب ما والو. يلا جبت المسمن من الفريكو، دابا جبت البريسه من فوق نسخن المسمن. هاي هاي واصه انت باغي تسبب لامك في الخساره، ما قعدتش مع الضايع. شوفوا دابا ايمن كيعاونني، جبت المسمن ديال الخلاع، اجي هنايا اجي. انت جبت دوك التبارسل حط فيهم الكوفيتير حط فيهم الزيتون، هذاك الزيتون اللي مطحون. انت كتاكل المسمن؟ لا ما بغيتش المسمن دراجة ما كناكلوش. لا ما فيش الخلاع، عندي لك وحده ما فيهاش الخلاع. هاي وجا الحيط ديال التمارة مع الصباح، وجبد الوراد معمر اتاي هاد التواصل الكبار سم لا جبد غير بصل صغار ديال الكوفي صافي سم ولي كتحشم كتحشم ليا خويا كسلا كاع ما كيحشم راه واحد المربوط راه كنكل عليك واحد اي واحد راه غتحرق انا وجهي بغا بغسلتوش وحق الله قال لي عمر اتاي في هذا حيت ماما كتفطر بالحليب القهوة، حنا كنفطر باتاي. ايوا راكم انا زعما شنو وجدنا صراحه هادشي كان واجد. حنا حطينا في الطباصل سخنا الخبز وسخنا المسمن وهادشي كامل كان واجد، وصيبنا القهوه وعمرنا اتاي صافي هادشي اللي درنا. انت شنو درتي؟ لا قول شنو درتي، قول شنو درتي، بقيتي كدور حدايا فكر الهضره. لي زامي يلاه فطرنا وجمعنا الطبله ديال الفطور وجمعت الدار ودرت الزيت لشعري حيت بغيت نمشي للحمام وحيت هذوك لي سيل حيت عرفت كيفاش كيبقاو يطيحوا شويه كيبقاو شويه ما كيبقاوش يعجبوني، عرفتي كيوليو كيبانوا عينيك في شكل يا اما كنبغيهم يبقاو كاملين فاش كيبقاو فاش كيبداو يطيحوا صافي ما كيبقاوش يعجبوني كيوليو كيعصبوني. ايوا قلت لكم درت واحد الزيت لشعري باش نمشي للحمام درتو قبيل الصراحه راه من قبل وانا كندور صافي. دابا خصني نجمع حوايج الحمام ومش نضرب بواحد الشحم حيمه وخاصني انا عرفتي انا الدبان كنكرهو 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 فاش كتخرج الدبان للدار شحال كنبغي نقتلها. قلت لكم سمحوا لي رجع عصبني الدبان انايا كيعصبني. قلت لكم مشيتي الهضره على الدبان فقساتني غتحيدي من قدامي حيت انايا تعصبتيني يا اختي. صافي دابا غادي نجمع حوايج الحمام باش نمشي نتحمحم حيت اصلا هاد النهار عندي طويل عندي بزاف ما يدير وانايا اصلا فقت معطله وبقيت كنلعب مع البعوق ديال خويا ضيع ليا النهار ودابا انا خاصني نكون واجده مع الثلاثه حيت دايره مع الدريات حيت باغيين نمشيو نشريو واحد العيبات غنمشيو نديرو شوبينغ غنمشيو نشريو شي العيبات حيت عيد ميلادي قريب فراسكم عيد ميلادي بقات لي 5 ايام اليوم 15 في الشهر وانا عيد ميلادي نهار 20 قولوا لي هابي بيرثدي في هذا الفيديو وجيبوا خدوات في الفيديو الجاي. انا كمل 20 عام وشوف يلا كانت عندي 4 سنين كنعقل على راسي ما عرفتش درت 20 عام انايا ودخلش لي الراس ما دخلش لي الراس. صافي لي زامي دابا غادي نمشي نتحمحم غادي نمشي ندير الطفايرات حتى شحال ما درت الطفايرات من نهار تحولنا من دارنا القديمه حيت فاطمه الزهراء صاحبتي بعيده عليا انا اللي عرفت في دارنا القديمه كنت كنلقى من دارنا هبط عندها لقى شي شكل هبط عندها نقول شوفي بغيت بحال هذا ديري ليا. ايوا دابا وليت الا بغيت ندير الطفايره كنقدر نديرها مره في الشهر حيت فاطمه الزهراء بعيده عليا. واليوم ما خشيت هيت ندير الطفايرات دوك ديال بحال هكا كيعجبوني غنمشي نتحمحم ما غاديش نتعطر في الحمام اصلا دابا شحال الساعه الوحده انا مع ثلاثه خاصني نكون واجده 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 واجده
غنتحمحم غنخرج غادي نصيب شعري غادي ندير الطفيرات وصافي. ناري شوفوا انا كل مره كنزيد اكتشف راسي انني كندير ساعه في حوايج الحمام نصبح انا كنجمع حوايج الحمام وفي الاخر لقيت خرقه ديال الحكه ما عرفتش ماما فين دايره الخرقه ديال الحكه ماما ما كايناش ما عرفتش شنو ندير انا دابا واش غنمشي للحمام ونطلب خرقه ديال الحكه حشومه حشومه نطلب خرقه ديال الحكه ما عرفتش ني فين الخرقه ديال الحكه لي زامي انا يلا جيت للدار ما صورت لكم والو ما تقدروش تخيلوا شنو وقع ليا اصلا الصالون كان عامر وفاطمه الزهراء كاع ما صيبت لي شعر دارت لي غير الطفيرات بالزربه وانا سخفت في الحمام غيبت في الحمام ويلي واحد الحاله حتى كنفيق كنلقى الناس دايرين بيا فراسكم دابا باقا في يد وخا كنرمش بحال كتبي الضباب قدام عينيا ايوا فقت لقيت راسي طحت على فمي شوفوا فمي منفوخ وركبتي كلها تحلات واحد القمشه من هنايا وانا ما حسيت بوالو مع كنت سخونه ما حسيت بوالو حتى بديت كنبرد واحد الشيء فاش كيطلع معايا داك الصداع ايوا كان الحمام سخون وانا كنجلس لداخل سخون هبط لي طونسيون وانا نغيب تلقيت واحد البنت مسكينه بقات معايا بقات متكيه عليها هكا وي درت الشياف في الحمام خاصكم تخيلوا شحال الساعه دابا الربعه وانا باقا جالسه في الدار وباقا ما قادش لبس حوايجي باقا كنستوعب هادشي اللي وقع لي اليوم عرفتوا صافي كنت غنقول غنمشي للدار غادي غنعس ودايره مع البنات بقيت قادره نخرج وحق الله غير قلت شحال هادي ما خرجت ودايره مع البنات ما جاتش نخوي بيها حدا يا غالي كندوي بشويه ما بغاش نفيق حتى الفق غالي راسي غادي غنموت الفق غالي صداع ودابا غادي نوض نلبس حوايجي بزز وحق الله تا بزز على زعمي ودرت لي فاطمه الزهراء هاد الطفيرات ما صايبتش الشعر غير نشفته وصافي لي زامي دابا خليكم معايا في الجوع طاح لي الطونسيون نوض ناكل كسكسو ماما مدير كسكسو دابا انت عطلت دابا بغاو يتسناو ما عندي ما ندير ليهم غنوض نلبس حوايجي بقى عندي واحد شويه ديال الطاقه غير هكا الا ما عاودتش غيبت هاد النهار راه انجاز عظيم صافي دابا غادي غادي نشرب فيتامين غنشرب فيتامين سي هذا زوين باش يعطيني شويه ديال الانرجي وغادي نوض نلبس حوايج نشرب فيتامين هو الاول باش نقدر نتحرك حيت دابا عشو كنحس براسي كيدير حركة جي في طقس كنقول نري عندك نعاود نغيب نري عندك نعاود نغيب نري عندك نعاود نغيب ولكن الحمد لله الحمد لله هادشي كيوقع ليا مره انا كاع ما كنستغرب وي شحال مشات ليا ديال انا رجعت الصباح اش داري مشى للحمام كنت دوزت غير في الدار عرفت كنحس براسي غادي نغيب وحق الله ندير شويه المكياج كنت الصباح كنقول غادي ندير هادشي بواحد الحماس وفايقه وفرحانه وغادي نتلاقى بصحاباتي وغنمشيو نديرو الشوبينغ نا 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 ساعي اختي ما عرفتش هاد الغيبوبه منين خرجت ليا وبدا ما كنحس براسي ما قادره ندير والو ما قادره ندير حتى شي حاجه ندير غير اكرون دي مشكل غادي ندير شويه المكياج حيت انا الصباح كنت كنتخيل راسي غادي ندير المكياج وغادي يجي زوينه ودابا غادي ندير المكياج ماشي مشكل واخا خفت عيط ماشي مشكل نديرو هادي ليكرون ديال ديور ديال اختي بيان سور حيت انا مشيت نشري هاد الشيء اختي كتشري وانا كندير عندي واحد ليكرون ديال ماي بيلين ولكن هادي ديال ديور خطيره الصراحه زوينه الدريات كتشريها اختي بشي 200 درهم واقيلا وانا شنو خويا ليها مالي غالي غير الفرق ماشي انا اللي فيقت نبلع عندي وهاد الشيء والله ما فيقتو ماما قربني ليه شاهدي فاسكم انا ما كنديرش هذاك لونتيستير ما كيعجبنيش ندير لونتيستير حيت فاش كنديرو كيجيب ليا حيت انا ما عنديش لاستير شوف فاش كنديرو كيجيب لي راسي بحال مضرك ليا واحد العيب وانا اصلا داك العيب ما عنديش وكيبقى يبان داكشي فشكل ما كيعجبنيش نديرو شوف عندكم راه ما دارش لكم تشيتو ميكاب ولا شي حاجه دوك الميكاب ارتست اللي عندي يبداو عليا هادي ما كدارش هكا وهادي ما كدارش هكا انا شان تعجبني داكشي اللي كندير راسي اصلا انا كاع ما كنعرف ندير المكياج ديال زان دونك بلا ما تاسبيرو مني فتشي. انا كندير داكشي اللي كيعجبني فراسي وصافي اصلا مشي ندير شي حاجه حيت كندير غير لي كرون شويه الفراجو وماسكارا شويه يطلع كر وصلتني واحد الماسكارا ديال ماي بيلين ايوا بغيت نجربها معاكم قال لك كتطلع الرموش بلاتي نمشي نجيبها تسنى صافي درت زوينه هادي عاد التكستور ديالها واعره خفيفه دابا انا مش تعجبنيش هذيك
هذيك ما كيعجبنيش هذيك لي كرون اللي كتبقى تبان في الوجه. انا اللي كنكرهها كيبقى يبان الوجه بحال مكبص. اوف اوف تنحمرات يا ما كنوفيت تنفخات. شوها دابا شنو غادي نديرو شنو غادي نديرو دابا؟ انا مشاي ندير واحد المكياج اللي خفيف. انتوما مراش ندير حتى شي حاجه ثقيله فاليوتو. غنمشي نجيب هذيك الماسكارا ونجي لا زامي. هذه هي الماسكارا اللي وصلتني من عند ماي بيلين. بنت لي واحد الايام طالعه في طوندونس طوندونس وقال لك طلع هاد الشفار واعرين. تقولوا انا ما درتش ماسكارا حيت هذوك لي سيلي كنت دايره وبقيت دايره واعر. دابا غادي نجربوها نشوفوا واش بصح كطلع الشفار. شوفوا واو زوينه. بلاش انا غادي ندير مع المرايه حيت ما كنعرفش ندير بعدا شي. هادي زوينه ولكن كتفرق الرموش فهمتوا. انا نورمالمون كندير هادي شي يدير ماي بيلين. هادي زوينه فن. هادي كتطلع الرموش ولكن كتفرقهم. اما هادي بحال كتكثر الرموش. معرفتش كيفاش نشرح لكم. انا نورمالمون كندير هادي وكندير معاها هادي. وفاش وصلتني هادي سمعت بلي زوينه. هي زوينه الصراحه ولكن انا غادي نعتمد الطريقه القديمه ديالي حيت هادي كتفرق الرموش. انا غادي ندير هادي. هادي البانسو ديالها زوين. ها انتوا شوفوا شوفوا الجخمير راه غنمسح. انا مستحيل ندير الماسكارا وما نجخمش. شفت ممكن ترعد معرفش علاش كنترعد غير ما كيطيح ليا الطونسيون. ويلي وبيتي عنيبة ايه تاكل العنب؟ ذوقني غالي انا ذوقني. اعطيها لي هاك هاك. شوف ماما دارت لينا كسيكس. لما باغا ناخذ كاس عندك خويا امي انا البين واش غزاه شحال ما كاين كسكس غير من 20 في اوروبا ملي كنت عشت كل جمعه كنديرو كسكس. شحال اضرب على زامي صافي هي كتجبدني على دابا مرجي غير بتولا فتاش غادي نتعرف حياتي بالطفار حيت نعاود نرجع للدار. راه ما تقدرش تلقى اصلا بالطفار غير تعغي عنك شو خاصك تلقى بالطفار. تحيه للناس ديال مراكش. شوفوا صاحبتو واش كتجي وكتخليني. شوفوا ابو الفن البوكس ها بس كنت وعاد علاش وصلت للمدرسه سلامه. اصلا كنصور هي ما كتخبي غير السجاني. هلو لي زامي كيفاش بنا زوينين نجي عاودو معايا الفيديو.
كاين الشميشه هنايا. دابا اختي جينا نديرو الشوبينغ. شنو جينا نديرو؟ الشوبينغ. معايا نوتيلا. شنو ما عنديش نوتيلا. اليوم ما غاديش نوتيلا صاحبي. ديري لي في العنوان اول وظيفه تحقق الحلم ديالك. تحقق الحلم ديال حنان نوتيلا. هاي هاي دخلوا لاشين ديال حنان. شنو غديري في السميه؟ حنان واحد فلوج. حنان واحد فلوج. دخلوا عند حنان. زاهية عند حنان. كاينة عند سيدي موسى وكاينة ديالي غاش حطيها باش دوري حتى لك بقى يطلع عليا غايجي قد غير نقطه غير شويه نقطه على واحد النقطه ما طلبتش على الصاك صغار شو بقيت بقى ني جات نشبي كبيره ولكن عجبتني نقدر ناخذها ونقص عند مول الحوايج ماربين على الحوايج مجدورين خرجت لي في عود اللي نهزات حيده لي تقول يا عجبتني واصلا اش نزلت هذا هذه هذيك اه ما عجبكش باين ليك الباج في الباج راك نعرفك سير كون بغيتي الله ما تحطيه عرفت واحد ولد عنده حوايج تفنين لي زامي عنده دي زارتيكل واعرين ولا بري ريزونابل انا غادي نخلي لكم لاباج ديالو في ديسكريبسيون نتوما اجيو عنده باش تشوفوا الحوايج اللي عنده وقولوا لهم جينا عند سلمى باش يدير معكم ثمن زوين شوف هاد القميجة شحال فنة واعرة 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 جيتي واعرة عرفتو انا اختارت انا الاولى تخيل جيت معطلة هاد الاولى سالت انا كنختار حوايج انا الاولى مقتنعة بهم وعاجبيني وفنين ودربت عليهم وخرجت لهم حوايج زوينين خرجت مكدورة في عينيا انا خديت داكشي باز فهمت انا زعمي صافي شوفي درنا الجوطية انايا هادو باقيين كيتعززو داك عاوتاني ما كنتش غادي نختم لكم الفيديو عرفتوا لي زامي جيت عيانه من الدار عرفتوا هاد النهار شحال داز عليا طويل ما تقدروش تخيلوا حق الله عرفتوا اليوم عيت وصافي الله جيت للدار قبيله شويه بدلت حوايجي ودابا جالسه كنطيب العشاء الماء سخون حيت ما كليناش في الزنقه عرفتوا خرجنا من ديك لابوتيك حتى شي 8 تخيلوا من 5 حتى 8 صراحه عيت ورتي ديك الصبر ديالها بالحرام كدبرني غنبقى نشكي عليكم غنسكت حتى سكتي صافي لي زامي كان هذا هو الفلوق ديالي ديال اليوم خفيف ظريف جيسبر يكون عجبكم ولا عجبكم الفلوق ديالي ما تنساوش تبارطاجيوه مع صحابكم تخليو ليا لايك سبسكرايب وباي باي بيزو باي باي